نشكر مؤسسة MBC الأندونيسية على هذا الجهد الطيب والمبارك والذي من شأنه يدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل هذا الوضع الراهن والصعب. لذلك نطلب من المؤسسة ومن جميع المانحين مزيداً من الدعم المادي والمعنوي من أجل صمود الشعب الفلسطيني، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بداية نشكر مؤسسة MBC الأندونيسية على هذا الجهد الطيب والمبارك والذي من شأنه يدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل هذا الوضع الراهن والصعب. لذلك نطلب من المؤسسة ومن جميع المانحين مزيداً من الدعم المادي والمعنوي من أجل صمود الشعب الفلسطيني، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Thank you.